بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سوف أفتتح هذه الكلمة بقراءة الفاتحة ترحما على الوالدة معالي وزيرة إعداد التراب الوطني وإسكان وسياسة المدينة سادة فاطمة الزهراء المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، آمين. اللهم يا ربي تقبلها يا ربي، رحمة ومغفرة يا ربي، ولحقنا بها مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، سوف افتتح هذه الكلمة ان شاء الله بحول الله، افتتحها بالذكر الحكيم. الحقيقة شيء عجيب وغريب ما يجري بمدينة مكناس وخاصة بالجماعة. ماذا يجري؟ كنت انتظره وكنت انتظره وكنت مشتاق بان راه غادي تكون واحد المفاجاه في الدوره ديال فبراير 2007 اللي انعقدت ديال المجلس الجماعي الجماعه الحضريه مكناس، اللي انعقدت بتاريخ 7 فبراير 2023. شنو كنت انتظر؟ كنت انتظر غادي تكون شي واحد عنده الشجاعه والاراده السياسيه وغادي يجي، وخاصه لما اثارت النقطه مدرجة في جدول الأعمال فيما يخص وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، بما يخص الاتفاقية المشروع الملكي المتعلق بتسمية وتأهيل المدينة العتيقة لمكناس. لكن أنا تنطرح السؤال، شنو هو؟ واش معطية؟ واش متفقين الناس المجلس على أساس باش يتم الإقصاء ديالي؟ واش ما يتحلش المشكل ويبقى ذاك المشكل قائم ديالي ويبقى الغموض مشمول لدى السكينة دي من مكناس وخاصة بشأن الهديم؟ هذا لا بأس، أنا ما غاديش يدير لي وما فيها حتى شي حاجة، ماشي شي عيب. واش تنتظروا باش غادي نضم ليهم بعد ما تيحاولوا ربما يمكن واحد العدد الإخوان اللي ربما يحاولوا باش نضم أنا الصف ديالهم؟ أنا ما غاديش يمكن لي نضم، أنا يسبق لي مارست وراه غادي نجي من بعد، راه في الأخر غادي نعطي في الأخر ديال هذه الحلقة إن شاء الله بحول الله، غادي نعطي السيرة الذاتية ديالي ديال المواطنة ديالي ولي كيفاش أنا وكيفاش شكون هو أبو رشيد، باش نحيدوا كاع الناس اللي غادي يبداو يتعبوا نفسهم، اللي غادي يديروا واحد النزيف، اللي غادي يتعبوا نفسهم، باش يبداو يقلبوا منين تيجيب ومنين تيجيب هذا الكلام ومنين تيجيب وكيفاش دار حتى كسب هذه المواطنة وكيفاش يهضر، واش يفتي عليه ولا ما تيفتي عليه، هذه ما غاديش نهضر عليها دابا في الأول، غادي نخليها هي الأخر. أنا غادي نقول لكم بكل صراحة، والصراحة راحة بالنسبة لي أنا، غادي نكون مرتاح مع راسي، علاش؟ لأخص الضمير مع الله تبارك وتعالى، والضمير ديالي مع الوطنية ديالي ومع الملك ديالي، مع الملكية ديالي ومع القوانين ديال الدولة، مرتاح مع راساتي الحمد لله. شنو هو العنوان؟ ربما يمكن العنوان اللي تنطلب فيه واحد المجموعة من المسؤولين مدينة مكناس يناشد أبو رشيد، يناشد مسؤولي مدينة مكناس بالخضوع والامتثال لتوجيهات الملكية السامية وللقانون. أنا غادي نوضح بشأني التوجيهات الملكية، هاد التوجيهات الملكية السامية غادي نوضحها اليوم، راني غادي نهضر مع رئيس الجماعة وما غاديش نزرب، وربما يمكن الا ما فهمتونيش ولا فهمتوني ولا ما فهمتونيش، اليوم راني غادي نهضر بواحد لباقه وبواحد ابتسامه وواحد الهدوء وبشويه، ما غاديش نقولوا بان راني حقاش هضرت، راه سبق لي بان تكلمت هضرت، تعاملت معاك بالحضاره وبالستيلو وبالورقه، ربما ما فهمتوش، او الناس الموظفين اللي تماك عندكم ربما ما فهموش، او الجهات الاداريه ما فهموش، ولكن اليوم راني غادي نفسر بواحد اللغه اللي هي مبسطه، وغادي نجبد حتى لو كنت ما تنجبدش الوريقات، اليوم راني غادي نجبدهم وغادي نقرا لكم كون نص قانوني، غادي نجبدو ما غاديش نفسرو، غادي نقراه لكم بكل بساطة. شنو هي التوجيهات الملكية اللي رافضينها المسؤولين من مدينة كناس؟ أنا غادي نقول
غادي نحددها لكم شنو هي توجيهات الملكية السامية الصادرة بمقتطفات مضام الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وإياده بمناسبة عيد العرش سنة 2017. شنو قال فيه؟ واسمعوني مزيان، أخصكم تسمعوني مزيان، كونوا ما هذين غادي يسمعوني مزيان. الأخص بدرجة الأولى اللي تيعنيهم الأمر هي الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، المجلس الجماعي كله خصو يسمعوا، اللي تيترأسوا الأستاذ جواد بحجي والوكالة الحضرية للتعمير وعمالة مكناس. شنو خصكم تسمعوا؟ خصكم تسمعوا الخطاب ديال سيدنا، راكم سمعتوه ولكن راه خصكم تنفذوه، خصكم تخضعوا وتمتثلوا باش تنفذوه. شنو هو تيقول؟ الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتقرير القرارات وتبرير القرارات ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون أو لأنه يجب على المواطن استكمال مساطر الجري بها العمل. ربما سمعتوا هذا راه واصل الخطاب ديال 2017. فين تجلى؟ فين ما رفضتوه؟ هذا الرفض اللي رافضين باش تنفذوه فين تيتبت؟ تيتبت امام عدم جوابكم على الطلبه، على الشكايات الموجهه اليكم في مواجهه وكاله التنميه ورد الاعتبار لمدينه فاس المسنده اليها المكلفه بتثمين وتاهيل مدينه العتيقه لمكناس. امام رفضكم الجواب على الشكايه الموجهه لكم بتاريخ 7 اكتوبر 2022 والتي ترمي مطالبتكم بالقيام بالمهام المسنده اليكم بمقتضى الماده بقانون 66-12 المتعلق بمراقبه وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء من اجل التدخل لهدم البناء الجديد المحدث بالاسمنت والحديد فوق الملك العمومي لساحه الهديم الغير مصنفه ضمن المعالم التاريخيه الملاصق لحائط بنايه ملكيه العقاريه. هنا اذا ما جاوبتونيش راكم رافضين تنفذوا، راكم رافضين، هل يمكن اعتباره الا رفض؟ انا راني كتبتها لكم في الوراق وانتم ما باغينش تجاوبوا. هانتوما دابا انا تنقول لكم عده كتابات اللي تكتب لكم، انا اليوم انا تنقول لكم بالمباشر وبالعلاني باش الجهات الامنيه غادي دير اللازم ديالها وغادي يدير نشوفوا ما هي الفائده الحقيقيه من صدور هاد التوجيهات وهاد الخطاب. واش راه ما جيش على العبات؟ راه خصكم تفتخروا به ونفتخروا به حنا كمغاربه بان الخطاب ديال سيدنا كل الله ينصره راه تحمل في طياتي مضمونها كلها واحد الحكام، واحد المجموعه من الحكام الواجب وهذا الخير خصكم تفسروها، وحتى اللي ما فسروها تدير واحد المجموعه من المحللين اللي تحاولوا يفسروها، فيها واحد البلاغ حكيمه التي واحد المجموعه من الدول اللي تتغار من هذوك الخطابات الملكيه الساميه التي تلقاها سيدنا. هذه من جهه. تترفضوا تطبقوا الفصل 156 من الدستور بشأن مبادئ الحكم الجيدة اللي تيقول لك يجب، بغيت نقراكم غادي نقراكم بالضبط ما فيها باس، غادي نذكروا الى قدر قلت لكم الاول راني غادي نحاول نطبق باش غادي نفسر لكم بان خصكم تمتثلوا القانون. انا غادي نقرا لكم الفصل الى ما قريتوش ما بغيتوش تمشيو تقراوا، انا اليوم غادي نقراه. تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها. إذن هنا علاش ما بغيتوش تجاوبوني الشكايات وراء هذا البناء الجديد؟ أنا غادي نقول لكم شنو تيدير هذا البناء الجديد وراء تيسجل واحد الحوايج اللي هي صعيبة. شنو هي؟ هذا البناء الجديد لا يمكن أنه بالقيام لا يمكن اعتباره سوى حجة قاطعة في مواجهة وكالة التنمية والاعتبار بتجاوزها الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الاتفاقية الموقعة أمام صاحب الجلالة سيدي محمد السادس نصره الله، جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وإياده بتاريخ 22 أكتوبر بمدينة مراكش متعلقة بتسميل وتأهيل المدينة العتيقة. أمام شنو هي التجاوزات؟ أمام رفض تطبيقها وفقا لمضمونها وخاصة الشق الجزء المتعلق بساحة الهديم. شنو هو التجاوز؟
التجاوز هو البناء فوق الملك العمومي. علاش؟ لكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لا يصادق على الاتفاقيات التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات تطبيقا للفصل 55 من دستور 2011. اما ما عاد ما تعطيوني تبتولي في هذه الاتفاقية بأن سيدنا أعطى الموافقة الصريحة والمصادقة على أنه سوف يتم البناء الجديد الذي يشكل اعتداء على حقي القائم بالمادتين 37 و68 منذ الحقوق العينية. بغيتو تعرفوا هذه الحقوق العينية، هذه المادتين 37، أنا غادي نزيد نفسر لكم شنو هي المادتين 37. راه هي لهذاك الملك العمومي ساحة الهديم متقل بارتفاق، وراه هو ملك للعموم، ملك العموم، ملك العموم المواطنين، راه ماشي ملك خاص. لا عندي شنو نجي باش غادي نفتح عليه باب ولا شرفات، وغادي نفسر لكم هذاك الملك العمومي، وغادي نرجع لكم، غادي نبدا لكم من الفصل اليوم. غادي يكون ربما يمكن غادي تكون دراسه اللي غادي تفهموها، وانا قلت لكم نهضر معاكم شويه وبالنصوص وغادي تقراوها. اشنو هي اشنو هي اشنو هي؟ ارجو سيدي الفصل 972، قرارات الاغلبيه لا تلزم الاقليه. راه قرارات الاغلبيه ديالكم راه تلزموا لنا اقليه واحد فاياش. هذه الفصل 972 فيما يتعلق باعمال التصرف وحتى اعمال الاداره التي تمس الملكيه مباشره، فيما يتعلق بأعمال التصرف وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، أنت تمس بحق الملكية. الباء فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه. أنا راني شريك في هذاك الملك العمومي الساحة القديم، راه عندي حقي كمواطن، أنا راه كمواطن عندي حقي في هذاك الملك العمومي. جيم في حالة التعاقد على إنشاء التزامات جديدة. راه ما تجيش انتو بغيتو ديروا شي التزامات جديده، سيروا ديروها في جوايع اخرين، ديروها في جوايع اخرين مع الجيران الاخرين. انا في جهتي بعدي منها راني ما قبلهاش. هذا 972 من قانون الالتزامات والعقود. ارنا ندوزو لمبدا الشرط. نرجع اذن هنا ما باغيينش تبقوا حتى النظام، ما باغيش تبقوا حتى هذه الاجهزه الاداريه تقصد بها الوكاله الحضريه للتعمير والجماعه الحضريه مكناس وقسم التعمير لعمالات مكناس، رافضين يطبقوا النظام القانوني لمبدا الشرط المانع من التصرف الصادر من بشان الظهير الشريف. أنا هنا شنو هو تتقول؟ هاد المادة 32 من مدونة الحقوق العينية غادي نقراها لكم وغادي نوضحها لكم، تقراوها الله تبارك وتعالى باش تسمعوها مزيان وتفهموها مزيان، ولا ما فهمتوهاش أنا نزيد نفسروها. وراه عندكم راه كاينين الناس القانون اللي هما عندكم، راه عندكم الناس ديال القانون. المادة 32 الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه. نرى عندنا الحق المرور فيه، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن باقي شركائه. ما فهمتها، راه واضحة هذه من جهة. أنزيدكم من بدأ الثاني، نبدأ الشرط الآخر الثاني الثالث اللي هو منصوص على المادة 47 من مدونة الحقوق العينية التي تنص صراحة على أن صاحب الملك المرتفق به، أي بمعنى صاحب الملك المرتفق به هو الساحة الهديم، لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال حق هذا الارتفاق. ما تجيش تحيد لي هذا، تنقص لي من هذاك الحق الارتفاق اللي أنا غادي نمشي أو جعله أكثر مشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الأماكن أو نقل استعمال الارتفاق إلى محل غير آخر غير المكان الذي وضع فيه أول مرة. إذن هنا ربما يمكن هذه المادة 47 هذا المادة الأخيرة من بدأ الشرطة وواضح، راه ما عندكمش الحق باش تجيو ديروا لي العرقلة، راني باغي نحل الباب وباغي نحل سراجم وباغي نحل، راه ما غادي يجيو. وهنا باش نوضح هذاك الحيط اللي تدويو عليه، راه الحيط اللي سبق لكم بيضة سبق المفتش الجهوي للمتاهة التاريخية وعطى وقائع مزورة في الرأي ديالو عادة 19/2016، عطى قال لك بأن العقار ديالي يتوفر على عناصر التاريخ التاريخية. هذاك الحيط الملاصق لساحة الهديم والمطل لساحة الهديم مفتوح به السبب، راه مدرج، راه
راه يعدو جزء لا يتجزا من اجزاء بالكامل ديال العقاريه. شوفوا في المحضر ديال التحديد وسيروا شوفوهم عند سيرفيس الكاداستر، مصلحه الكاداستر، واللي حفظتوا راه الاصل ديال العقار. نعاود نولي نذكركم، راه هو باع المخزن الشاري بناء على ضهي شريف. انا راه ما فهمتش واش باغي نبداو وشنو هي، واش باغي نضربوا في القانون، باغي نضربوا في توجيهات الملكيه الساميه، باغي نضربوا في التحفيظ، راه غير راه رجعوا راه الهجيه النهائيه الحائز عليها العقار بمقتضيات الفصل 192 تنص على عدم جواز المطالبه باي حق كيف ما كان، ولو يكون كان صحيح. هذا راه القانون، راه ما غاديش نكونوا فوق القانون. رجعوا للفصل 6 من الدستور، القانون اسمه تعبير عن رضات الامه، هذا من جهه. اذا انا هنا في الوقت فاش جيت نطلب انا هذا الامر هنا، هذا الامر، اذا انا غادي نرجع لكم التجي. وعلاش قلت لكم انا تجاوز؟ نعاود نولي نرجع لكم الفصل 55 من الدستور، باش اذا هذاك هذا البناء اللي هو الدار دارت لي عرقله. علاش قلت لكم انا تمسو؟ علاش تجاوز هذيك الاتفاقيه؟ سيدنا راه ما جيش يتعدى، راه ما تيتمساش، ما تجيش انت تعدى عليا وتجي تقول لي راه سيدنا الا بغيت الخير اللي عنده راه سيدنا راه ما تيتعداش، واللي عنده الجرأه واللي يدير الخير يجبد لي يعطيني السند. هذه وغادي نذكركم، نعاود نولي نرجع لكم الفصل 55 نذكركم به باش تقراوه وتسمعوه مزيان. يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير انه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجاره وتلك التي ترتب عنها تكاليف تلزم ماليه الدوله ويستلزم تطبيق اتخاذ تدابير تشريعيه او بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات العامه والخاصه الا بعد الموافقه عليها بقانون. اعطيوني هذا القانون اللي تم المصادقه عليه باش يتم الاعتداء على هذا الحق ديالي، باش يتم البناء هذا. راه مقتضيات تصميم تهيئه تسميم تهيئة المصادقة عليه بالمرسوم رقم 598 15/2 في الصادر في 16/9/2015 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6396 راه يقضي بمنع المطلق درخي فوق الملك العمومي لساحة الهديم. عطيوني انا راه تنقول لكم غير عطيوني غير عطيوني، اذا ما بغيتيش فهم هادي دابا حنا دزنا دابا من هادشي كلو جبدناه. ايوا راه هاد البناء الجديد راه خصكم تعرفوه، راه خصكم تعرفوا بان حنا هادشي دابا حنا في الداخل السياسه الداخليه، ورانا دابا السياسه الخارجيه، وراه المملكه المغربيه راه موقعه واحد الاتفاقيه مع منظمه العالميه هي الامم المتحده للتربيه والتعليم مع اليونسكو. راه المغرب مدرج ضمن الدول المصنفه ضمن منتدى التاريخ وخاصه مدينه مكناس التي تم تصنيفها سنه 1996. شنو هي هذا البناء الجديد؟ شنو ماذا يشكله؟ يشكل خرقا سافرا لمبدا سمو المعاهدات الدوليه والاتفاقيه ذات النصوص عليه في الفقره ما قبل الاخيره من تصدير 2011. الى ما كنت سبق لي تكلمت لكم عليه وانا غادي نعاود نولي نقراه لكم. ها هو انا غادي نقراه لكم. وي بشويه غادي تسمعوا. جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليه المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. مزيان، هذا من بدء سمو قاعدة النصوص عليه في الدستور. شنو هو هذا الخرق؟ فين تيثبت هذا الخرق؟ ترفضوا تطبقوا حتى هذه المبادئ الاتفاقيه فين؟ وهو تحت الدستور رافضين تطبقوا، لا في الفصل 55 ولا في التصدير. شنو وجائد واجهين دابا باغيين تخلقوا لنا مشاكل حتى مع منظمه اليونسكو؟ وراه الاتفاقيه اللي موقعه في شان التراث الثقافي العالمي الطبيعي ديال في سنه 1972 التي تم ادراجها مدينه مكناس على اساس مقتضيات تم ادراج مدينه مكناس كتراث عالمي انساني، شنو انت تقول الماده 6 منه؟ شنو يتمحور مضمونها حول عدم المساس بالحقوق العينيه قائمه التي تقرر التشريعات؟ انا غادي نعاود نقرا لكم هذه الماده 6 الا ما سمعتوهاش، راني كتبتها لكم وقلتها لكم وغادي نعاود نقراها لكم. تعترف الدول الاطراف في هذه الاتفاقيه مع احترامها كليا سياده الدول التي يقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 دون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث. إنه
إنه يؤلف تراث عالميا تستوجب حماية والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. هذه علاش قريت هذه؟ فين كان المفتش المآتي التاريخية؟ المفتش الجهوي المباني التاريخية اللي خرجتي مع السيد العام مؤخرا، وخرجتي مع النائب الأول ديال رئيس الجماعة اللي بصفته كنائب وبصفته كبرلماني، وخرج المهندس المعماري ديال تابع الجماعة، وخرجت الوكالة التنمية الممثل ديال وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، وخرجت وقفتو في هذاك الحيط وما استدعيتونيش أنا كمواطن. إذن أنا مواطن لا قيمة لي مني، ولكن أنا عندي كرامة ربانية وعندي كرامة اللي عطيها لي الدستور. هنا خرجت شوف إذن فين هو، فين هي ديك الحماية اللي غادي تتحمي، فين هي ذاك المفتش الجهوي المادي الترقي، فين هو النائب الأول بصفته كبرلماني اللي هو يجب عليه الخضوع نتسائلنا على البرلمانيين ديال مدينة مكناس قبرة البرلمان المهام ديالهم وهو التشريع. إذن هنا التشريع الذي لم يطبق ولم يحترم ولم يرفض يطبق هنا في الجامعة ديال مكناس، أنا وليت نسأل ما هو الدور ديالكم؟ إذن واش الدور ديالكم واش جايين باش غادي نتعدوا على حقوق المواطنين؟ واش جايين هنا في الوقت واش خرجتوا؟ إلا عطيوني النتيجة، واش عطيوني النتيجة في الوقت واش خرجتوا؟ واش نتوما واش خرجتوا باش غادي تأكدوا؟ وفاش خرجتوا عاد استمر البناء، استمر اللي أنا كنت تنظن بأن راه سوف يتم الإيقاف، وراني كتبت تظلم الجماعة بأنني وعطيتكم هذاك الشيء اللي كتبت لكم، وبأنني راني غادي ندعوكم. أنا ياخذ معي رئيس الجماعة ولا الأجهزة المدارية متدخلة بما فيه الوكالة بما فيها، راه ما غاديش الشطات استعمال السلطة، وراه ما غاديش النفوذ، راه ما غاديش تمارسوها على القضاة مع المؤسسة القضائية. عندنا قضاء نزهاء الحمد لله، الجهاز القضائي راه عندنا قضاة نزهاء. بدأ الشرط واضح، وراه واضح 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 بحال الشمس من خيره، ما تقولوش هذاك البناء الجديد راه اللي يمكن غير عطيو لي بان هنا إذن هنا جايين باغيين تحيدوا لي الحق. علاش هذاك البناء الجديد؟ علاش قلت لك هذا الاتفاق يتم الخرق؟ لحقاش هذاك البناء الجديد يشكل اعتداء على حق القائم بالمادتين 37 و68. شنو تقول المادة 68؟ المادة 68 تخول الحق بفتح باب ومطلات والشرفات على الملك العمومي لسعاد الهديم. هذاك الحائط راه هو مدرج، راه داخل في الملكية ديالي، وما تجيش تعطيو شي مبرر لأي أجهزة أو أي إدارة بهذاك الحيط بأن راه غادي يريب. عندي اون ستونسيون دو ستابيليتي بأن دعم بناية قائمة وصحيحة. عندي جوج شواهد، وحدة راني حطيتها لكم في 2016 وواحدة راني حطيتها لكم في 2020 بلا ما تبقاو تعطيو لهذا. بالرغم قبل تحفيظي هذاك العقار راه كاين سبق، راه هذاك العقار الحائط راه كان مازال موجود، وراه مازال يلا عاد ينتهى الصلاحية ديالو يمكن في الأخير 2023، مازال في الضمان العشري المنصوص عليه في قانون الالتزام العقود. الضمان العشري مازال في الغارونتي، إذن هنا جيتو تصلحوه وهو مازال في الغارونتي. إذن هنا تنوضع تنوجه رسالة، الناس اللي مسؤولين عن المال العام على رأسهم الخازن العام للمملكة، وعلى رأسهم كذلك الوكالة الجديدة التي تم إحداثها بالمرسوم في شهر يوليوز 2022، التي وكالة التدبير الاستراتيجي ونجاعة مقاولات المؤسسات المعاملية التي يترأسها الأستاذ المحترم سي عبد اللطيف زغلول، يجي وقفوا على هذا. واش هذا الشيء؟ واش هذه الاتفاقية يتم تطبيقها وفقا لمضمونها؟ واش هذاك البناء كاين في المضمون ديال ديك الاتفاقية اللي توقعت امام سيدنا؟ الا توقعت وكاين ودري خير يصدق عليها، مرحبا على راسي وعينيا، عطيوني نظره اخريه اللي قال سيدنا مرحبا، الا بغى حتى الدار يديها نظره اخريه نعطيوها. اذن هنا جاوبوني الا كان مبادئ الحكمه جيده، مبادئ الحكمه جيده واش هذا راه تتنص على الوضوح والشفافيه والنزاهه وتوضيح الرؤيه القانونيه والتقنيه والمقاربه التشاركيه. انا ما فهمتش علاش واش هادشي دابا كلشي تضربوه دابا باغين، واش المشرع؟ وانا واحد من الناس راه تعرفوا بان في الوقت فاش دار الدستور ورحنا خدري رحنا في دولات، وحنا ولا سيما رحنا تنعيشوا رحنا دخلنا في واحد المرحله اللي هي جديده ودرغري واحد، وحنا قلعنا راك دار برنامج تنموي، دار برنامج تنموي تسريع الوتيره الاقتصاد. واش حنا غادي نجيو نديروا كيفاش غادي يسيف ويتم هذا تسريع الوتيره للقطاع التنميه؟ وبدون ما تحترم، انا راني غادي نقول لكم صراحه، غادي نقولها لك
لن يتم احترام الهيبة ديال الدولة، لن تقوم إلا باحترام سيادة القانون. أخصكم تكونوا قدوة، يكونوا قدوة، كونوا قدوة ديال سيدنا الله ينصرو. شوفوا في الوقت فاش كان تيهضر وتيدافع على الصحراء، وشوفوا أنا راني أشوف أننا هذا الشهر درجب، وهذا راه الشهر درجب راه تيتخذ فيه، راه تيتخذ فيه الله تبارك وتعالى بشهر الحرم. راني تندافع على حقي وراني ما غاديش نسكت على حقي. ارتاحوا مع راساتكم وراكونوا بأن خذوا معني اليقين بأن الله هو اللي تيقول لك راه كاين واحد المثلى، راه كاين واحد المثلى تيقول لك غير ما تحاولش تحارب شي واحد اللي هو صاحب حق. لحقاش الله تبارك وتعالى راه حامي، راه تيحمي المظلوم، ولو تكون عندك جميع الأسلحة. أنا ندير الأسلحة لحقاش داكشي اللي مكتوب، أنا عندي يقين. ارتاحوا مع راساتكم وراه ما غاديش ننزلكم، راه ما غاديش نمشي للصف ديالكم. واللي هو زوين عطيت واحد المجموعة من المقترحات، واللي هو الدار مؤخرا وهو أن على أساس تدبير الحق السياسي الدار مؤخرا، وتبعت أنا ما هو جرى في المؤتمر الوطني ديال التجمع الوطني أحرى، وخرجوا بتوجيهات على أساس بأن غادي يكون داكشي جهوي وغادي تمشى ما غاديش يبقى تتمركز. أنا متفقين، احنا متفقين، احنا متفقين. اي ولكن هذا الشيء اللي هضرتي عليه السيد الرئيس الجماعه في المؤتمر الوطني اللي قلتي لي بان جايين غادي ديروا وغادي تقلعوا المدينه وغادي ديروا فرص شغل وغادي ديروا مدينه مكناس غادي تجي. ايوا مدينه مكناس واش غادي تجيبوا؟ غادي توكل هاد الناس المعريضه، غادي توكلهم في الساحه الهديم اللي ما فيهاش التواليت حاليا، اللي ما فيهاش التمرحان، وغادي تعطيهم غادي توكلهم في الاماكن تحطهم وياكلوا في الاماكن اللي ما فيهمش مراحيض. يلا دخل معي، دخل المدينة العتيقة. أنا اللي عندي مكان جميل، من ما تنقولش جميل شي حدا، ولكن أحسن من الأماكن الأخرى اللي هي متوجهة اللي مرخص لها. أنا رفضتي أنا باش تعطيني الحق اللي هو أعطاه لي القانون اللي أعطته لي المرسوم الحكومي، رفضتي تعطيه لي، واللي أعطته اللي أعطيه لي مدونة الحقوق لي حيتي لي، إذن وحرفتي عندي وخلصت على الواجبات على القمقها حيتي لي، إذن هي شنو قول لي؟ إذن فين هو مبدأ الثقة؟ فين هو مبدأ الثقة المنصوص عليه في قانون 55-19؟ إن هنا أنا غادي نوضع هذه المسؤولية، راه ماشي بوحدهم. أنا راني تنوضع هنا سؤال ورسالة تنوجهها لوزارة القطاع المكلفة بإصلاح الإدارة. إصلاح الإدارة جا جميل، شيء جميل ما تضمنه مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط وسط الإجراءات الإدارية. إيوا ولكن راه تيجي وراه ما تيطبقوش، ورا ما غاديش يطبقوا، ورا ما فيهش العقوبه، وقيت تكتب له، ورا انت يقول لك تجاوب، فاش تقول لي سير، هنا انا غادي نوضع غير واحد كافي اطار مقتضيات الفصل 14 من دستور 2011، انا تلتمس، تنمشيو لمؤسسه الوسيط للملكه. هو القانون 55-19 اللي ذكرت مؤخرا تيقول لك خصو الاداره تجاوب في شهر. هو هذا الشهر، إلا جيت تمشي لمؤسسة الوسيط للملكة شنو تيقول لك؟ حط الشكاية ديالك وخصك راه عنده شهرين. راه مؤسسة الوسيط للملكة راني تنوجه له رسالة بأن يجب تطبيق مبدأ تراتبية القوانين. راه القانون تراتبية القانون المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور. أنا باش غادي نجي هو لاخر خرق ما احترمش القانون ديال الشهر. القانون 55-19 شنو جا تيقول في فصل 19؟ خصو في ظرف 7 ايام في الوقت فاش تنتقدم الشكايه خصو هو يجاوب، خصو يجاوبني ويعطيني، راه خصي العامل خصو يجي يدخل. اذا انا فيه سبق لي في واحد الملف اللي هو ذكرت فيه واللي هو تفلقت فاش جيت طلبت انا من سيد العامل التدخل من اجل تمكيني، اللي ما نعطيكش الاشهاد بالسكوت، ما عطاش الاخر، ما عليناش. اذا هذا القانون 55-19 انا بالنسبه لي اصبح غادي من الجدوى أمام عدم تطبيقه. هو يتضمن واحد مجموعة من المقتضيات القانونية، ولكن ملي ما فيهش العقوبة راه هو ما تيلزموش، راه هو تيقول لك ما تيلزموش. نقلبو كي غادي ندير شغل، نبقى نقلب انا عند باش غادي ندور، وراه ما عنديش الحق انا باش غادي نمشي بقى ندوز للقانون الجنائي، غنمشي ندير شكايه عند السيد الوكيل الملك ولا الوكيل جلالة الوكيل العام، ما غاديش غادي دير الحيف الشكايه. واش انا غادي نبقى ندعي انا المؤسسه ديال الدوله؟ خصني ندعيو الاشخاص. راه هنا ان هنا وانا ما تيجاوبش. انا ها هو شهر 10 وشهر 11 شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وما جاوبش وما غاديش نجاوب، ودرت له التظلم وراه درت له بانني غادي نمشي ندعي. شنو زعما ما غاديش نمشي ندعي بان راه القضاء راه غادي بلي حقي وراه غادي يهدم؟ راني في الوقت فاش جيت، علاش جيت دابا انا دابا تنقول هذا؟ انا هنا تنطلب انا من الجهه الاداريه الامنيه هنا جايين تيقولوا بان هذاك البني شوف قمة تيهضر معاه تيقول لك راه مشروع الملكي، راه التوجيهات الملكيه راه ما تيصادقش هو باش تجي تمس لي انا بالحق ديالي. حاشا، اعطيني غير كتاب، اعطيني شي حاجه ما يثبت بان سيدنا الله ينصرو راه وافق على داك الشيء، وانا موجود نعطيه حتى الدار كامله بدون يا دراخي خشى انا وطني. اذا هنا
إذن هنا أنا تنوجه هذه رسالة تنوجهها للمجلس كامل الجماعة الحضرية المكناس، إذن تنوجه شنو هو المبررات ديال السكوت ديالهم، علاش ما باغيوش يهضروا؟ عاد يرجع لك الملف ديالي، الملف ديالي ديال 19/5/2016 اللي تنطلب فيه إضافة الطبق الثاني اللي عطيني لبلون داميناجمون، تصميم تهيئة مصادقة من المرسوم الحكومي، عطيني تهيئة تحقيقها اللي مخلص عليها في 2011، عندي إقرار من الجماعة، إقرار من الجماعة بأن لم تسجل أي ملاحظة، اش ما بغيتيش تعطيني؟ علاش باغي تحيد لي حقي اللي عاطيه لي الضهي الشريف المادة 68 فتح باب، جيت نجاك الحق اللي حيدتيه لي وجيتي واللي عززتي فاش ثبتو لي، جي دابا تدي لي دروج، تدي لي ديكرادان وتقول لي بأن راه غادي ندعم الحيط، واش الحيط فيه 10 ولا 12 متر وهي شوف معايا المنطق، واش المنطق العلمي والقانوني الداخلي غادي تجي تقول لي حيط فيه 10 ولا 12 ولا 11 متر ولا 12 متر وغادي تكاليه بجوج درجات من التحت، ودابا هيقولوا لي دخلت عليكم الله، يقولوا لي دخلت عليكم الله، واش هاد التقنيين واش هاد الحيط؟ انا تقول لكم عندي بالاضافه الى هذاك الحيط راه عندي ومازال ما جاوبونيش، ودرت طلب الحصول العام بالحصول على الوصل لمقاضاه الجماعه الحضاريه، مازال ما كملاتش ال 15 يوم بشاني باش يترمي لمقاضاه الجماعه الحضاريه وبشاني هدم البناء الجديد المحدث في الملك العمومي الساحة تهديم الملاصق لبناء هذاك المحدث بالاسماس هاني مشيها انا تنشوف انا غير بالله يعني ويقولوا لي دابا هذاك البني دابا اللي دار في الوقت فاش نجيو نهضروا غنهضروا مع الاجهزه الاداريه المتدخله في قطاع التعمير فين غادي نديروا الفصل 46 مقتضيات الفصل 46 من قانون التعمير فين غادي نديروا غير قولي لي فاش فين غادي نديروا الله يرحمه انا غادي نقرا عليكم من بدا المسافه ها هو شنو تيقول يجب ان يقام هذا الفصل 46 الماده 46 من قانون التعمير رقم 1290 يجب القيام المبنى على بعد 10 امتار من الحد الطريق العام المجاور له هو واضح واعطيني غير واش بعدتي لي من 10 متر يا والله من الملكيه ديالي ولا ززتي الا بغيتي نعاود نرجع نهضر لك راه فاش يتزق العقار خلي لي الارتفاع خلي لي حيد على 10 متر وسير بني اللي بغيتي فيه اذن هنا وهذا من جهه ومن جهه وهذا بالله عليكم يقولوا لي الله يرحم الوالدين يجي هذه الوكاله التنميه وهذه الجماعه والوكاله الحضريه وقسم التعمير تابع العماله ومفتش المات الترقيه والمقاوله والمكتب الدراسات ويجي يقول لي غادي كالي هو حيط فيه 10 ولا 12 متر في العلو غادي كالي بجوج درجات يقولوا لي والحيط والاطنان ديال الاسمنت اللي هي دفنات لداخل في وسط الارض وجايين تتحفروا انتم جايين باغيين تحفروا باغيين تحيدوا السور وراكم تتغيروا المعالم وراكم تتغيروا المعالم ديال المدينه العتيقه وراكم جايين تتمسوا بقدسيه حق الملكيه العقاريه المكفول حمايتها بمقتضى الفصل 35 من الدستور والمكفول حمايتها بمقتضى الماده 17 من حقوق الانسان المادة 17 وراه ما عندكش لا عباد الله الحق القسري بالملكية والحقوق القائمة راه ما عندكش يجب احترام مبدأ الحقوق المكتسبة المنصوص عليه في فصل 456 وراه عندك الحق الواجهة الملكية راه قائمة بمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود أنا راني قلت لكم وقلت لكم في ديك الخطرة أنا مستعجب من 8 ولا 10 ولا 12 ولا 15 الممثلين الوكالة وجموني كاع الناس ديال القانون نجي نجلس أنا معاهم بوحدي المحامي ديالي ونجي نجلس معاهم ونتناقش معاهم ونبينو أنا راني طلبت لك قلت لك هذه اللجنة ياك هذه اللجنة التقنية واش اللجنة التقنية فيها قانون تقنية وقانونية وتكونوا ولا قضاة ولا مهندس ولا في أنا ما فهمتش راه التقني مهندس الداخلي راه محصور المهام ديالو انا تنهضر معاكم في الشق القانوني راه ما تنهضرش معاكم في الشق التقني راه الشق التقني راه ما كنهضرش معاكم به انا بقاو معايا في القانون الشق التقني بوحدو انا تنهضر معاكم في القانون حمايه حقوقي من الناحيه القانونيه وفقا لمقتضيات الدستوريه وفقا للقوانين الدوليه وشنو غادي وانا غادي نقول لكم راني غادي نقول لكم السيد رئيس الجامعه اللي انت وليدي معاك السيد المتفرقري لا يجوز لاي احد ان يعني يكون فوق النظام القانوني لمبدا الشرط المانع من التصرف ولا يجوز لاي احد ان يكون فوق التوجيهات الملكيه باش يرفضوا يطبقها
راه خصكم تطبقها وراه ملزم هضره خيري وراني غادي نموت غادي نموت على الملكيه ديالي وغادي نعيش على الوطن ديالي. انا الا كنتو ما فاهمينيش وراكم ربما راكم فرضوا راكم عرفتوني ومازال غادي تعرفوني الا مازال ما عرفتوش بان سوف اضل متمسك ومناضل. واذا مازال ما عرفتوش ابو رشيد راه ما فيها باس راه غادي نضيفكم باش ما تبقاوش ديروا انا قلت لكم في البدايه الحلقه بان باش بلا ما تتعبوا نفوسكم غادي نعطيكم السيره الذاتيه بان راه حتى شي واحد انا راه عندي واحد مواطنه حتى انتم عندكم المواطنه ديالكم. انا مثلا مثلا كان حتى شي مواطنه حتى شي واحد في المواطنه في المجلس كامل فيه اطر فيه ناس فيه اطباء فيه دكاتره فيه اطر فيهم اللي مختصين في التشريع واللي دازوا في البرلمان الغرفه الاولى للخطره الاولى والخطره الثانيه والخطره الثالثه وما نجهلوا والناس اذا شنو هما هذوك اللي هما طلعوا جداد اذا تجيو تذكرتوا لهم تدوزوا لهم بان القانون لا يحترم بالمجلس الجماعي. اذا لا جيتي اذا ولات القاعده القاعده اللي ولات دابا معروفه في المجلس الجماعي الناس او بمكناس وهو القاعده اللي اصبحت متداول يؤازرون المخالفين القانون ويعاقبون الذين يطالبون بتطبيق القانون. اذا اللي تيطالب باش يطبق القانون تتعاقبه واللي تيخالف القانون اللي تيخالف القانون تتقول له اجي مرحبا اللي تيخالف القانون حنا غادي نجيو نعاونوك. سيروا شوفوا دخلوا للمدينه كاين فيه يقولوا لي بالله عليكم كاين اللي تبنى في طريق شوسي بلوس 3 كاين اللي بنى هذاك الشيء ما غاديش تهضري كاين ربما يمكن محلات تيبيعوا الماكله واش عندهم ترخيص ولا ما عندهم ترخيص لباعة الماكله في الزناقي في الارض ولكن انا ما تنهضرش هذوك راه ولاد الشعب. هنا انا راني ما غاديش نهضر معاك انا راني تنقول لك راه لا يجوز لاحد ان يكون راه انا تنطلب منكم أنا أحسكم الخضوع والامتثال بتنفيذ توجيهات الملكية السامية سامية صادرة عن صاحب جلالة بمقتطفات مدام الخطبة وخاصة كذلك اللي يصدر بشأن سميتو بخصوص الاستثمار اللي صدرت في 14 أكتوبر 2022 جاي تتقول بأنه رئيس الحكومة دارج للحكومة اجتهاد ودار بميثاق الاستثمار. إذا أنا فين هو من فين أين أنا ما هو الموقع ديالي أنا ما هي الاستفادة أنا من هذا المشروع الاستثمار بطاقة الاستثمار. أنا ما طلبت فلوس ما طلبت استثناء ما طلبت حتى شي حاجة خلوني نتصرف فيه في الملكية العقارية ديالي اللي باعها المخزن الشريف بظاهر واللي حفظتها بحكم قضائي واللي عندي الملكية وعطيني هي الطبق الثاني اللي أعطيه المسؤول الحكومي والتزموا كون عندكم الروح الوطنية تكون عندكم الشجاعة كون عندكم شجاعة ولا هناك يدي خافية داخلية اللي تعطيكم داخلية باش تعاقبوني باش نرجع أنا ما غاديش نخدع عليكم أنا ما غادي نسجد إلا اللي خلقني غير باش غنقول لكم راني تنسجد في الليل وراني في الوقت فاش تنسالي راني تنسل القرآن ديالي وتنتوسل الله وأنا خور اللي بغيتي وديو اللي بغيتو وأنا أخي راني قلت لكم بأن كاين الله تبارك وتعالى راه كاينة المحكمة الإلهية راه يوميا أنا تنقول لكم رسميا كاينة بأنك عندي يقين بأن هناك محكمة إلهية وأن مؤسسة ملكية كاينة داخل سيدنا الله ينصرو راه تيسر على تطبيق القانون. خذوا مني اليقين وكاينة مؤسسة قضائية نزيهة وقضاة نزيهة اللي غادي يعطيونا الحق ديالي وغادي ناخذ الحق ديالي وراه خذوا عندي اليقين. أنا غادي نعطيكم السيرة الذاتية بغيتو تعرفوني شكون هو أبو رشيد فيها بس تتعرفوا أبو رشيد ربما يمكن تتعرفوه عرفتوه كان مستشار كذا لا أنا غنبداكم النهار فاش خلقت أنا خلقت وخلقت 40 يوم توفى الله يرحمه الوالد ديالي الله يرحمه وكبرتي تين والوالدة ديالي من أنا ذاك الوقيتة دابا هذه 67 سنة اللي هي يعني في العمر ديالي غادي نكملها إن شاء الله بإذن الله لقيت 56 شهر 4 غادي نكمل 67 سنة غادي نقبلها كبرت يتيم والوالدة عمرها ما تزوجات ربطنا الحمد لله وكبرت الحمد لله كبرتنا وأنا واحد من دوك الأبناء اللي كبرت وكبرتنا على الوطنية وعلى الأخلاق الحميدة وأفتخر وأعزو بتربيتها وكبرتنا على المواطنة وهي براسها راه هي مناضلة كانت مناضلة أنا ذاك 76 77 كانت مناضلة في حزب التجول الوطني الأحرار هذا لا أمر أنا غادي نبقى معاكم السيرة الذاتية كبرت أنا هاد المواطنة ديالي راني قريتها من المدرسه العموميه انا ابن انا واحد من الابناء ديال الضريح الوالي سيدي سعيد بوعثمان ديال سيدي سعيد بوعثمان انا كبرت وترعرعت في حي سيدي سعيد حي سيدي سعيد حي شعبي اللي كانت متواجد فيه لافيراي واللي كانت متواجد فيه الاخرين الخيريه واللي متواجد فيه اللي كانت متواجد فيه انا هذاك السوق ديال الغنم والعقار واللي كان متواجد فيه السجن ديال السجن المحلي ديال سيدي سعيد
واللي بحيت نقول علاش بكم والمستشفى ديال سيدي سعيد اللي ليه تاريخ ولا زال ليه تاريخ. اذا بحيت نقول الحي كان هضره خليه فيه واحد المجموعه من المدارس اللي راحنا كبرنا فيها وكبرنا فيها وترعرعت فيها. اذا كبرت في المدرسه العموميه والشعبيه ديال الاحياء والمجاور المكان المحيط الخارجي ديال المكان اللي ترعرعت فيه، هذه الاولى. وقريت في المدرسه العموميه، من بعد اجي تشوفوا دابا في الوقت فاش بقيت ندير الطفوله ديالي وباش بديت غادي بديت نترعرع على عاد وريضات بدات تعود ضايع في المهمه ويستر عليا وتعني برضاها، والحمد لله الكل تيعرف الحمد لله الرضا ديالي، والله يحفظني ويحفظها من الاخرين ونصرفها خويا نمشي عين. اش نقول لكم؟ 72 73 راني كندير دخلت ندير المسرح، راه كنت ندير المسرح نترحم راسي ودخلت من بعد الجمعيه المشعل المسرحي. واللي كنت درت فيها مسرحيات ومثلت فيها واخر وعندي واخر ما واحد الاخرين من الزملاء ديالي واصدقاء ديالي رحمه الله هو الاخ كمال اللي عاد توفى مؤخرا يمكن في شهر 7 ولا شهر 8 واللي هو صيفط لي صوره اللي كنت فيه انا وياه في شهر 72 في 1972 1973 صوره هذا الاخرين اللي تذكى ما كاينش مشكل دزنا دوزنا المسرحيات دوزنا هذا اذا عرفنا راه حنا كابرين المواطنه وعارفين المواطنه وكيفاش تجي راه ما جيناش لهنا كبرنا دور الشباب دور شارع محمد الخامس واحد المجموعه من دور الشباب مزيان ولعبنا حيت نقول سيدي سعيد راه كانت فيه الحفره وما ادراك ما الحفره اللي كنا تلعبوا في التراب وكنا تلعبوا الكرة القدم وكنا كل شيء كنا تحفره طحنا وزرعنا وكل شيء داك الشيء عادي انا بالنسبه لي هذا غير الطفوله هكا مزيان الانسان تيمر منها. جيت مور المسيره كنت ندير الدراسه ديالي ومن بعد دوزت مباراه ونجحت باش غادي نمشي دخلت القاعده الجويه ديال مدينه مراكش كتلميذ باش غادي ندخل الطيران جيت الف دخلت نجحت انا سويت لا بروموسيون ديال 76 ا في البدايه مور المسيره شهرين دخلت ودرت المدرسه العسكريه ومن بعد دوزنا التدريب العسكري اللي هما تيعرفوا لانستريكسيون ميليتار اللي هي الدرجه الاولى ومن بعد دوزنا امتحانات ونجح في الامتحان باش تختاريت باش غادي ندخل نكون ان اليف بيلوت تلميذ من الطيارين وفعلا نجحت ودخلت في ليسكادرون ما عنديش الترجمه ديالو لي في بي ان ليسكادرون فورماسيون دو بيرسونيل نافيغون في ديك الوقيته انا ذاك قبل كيف ديك الوقيته موراها بشويه فاش دخلها لي برافو 2000 هما اللي دخلوا عاد من بعد بداو يديروا في الانيسياسيون انا دزت مباشره دزنا لين درت سوايع ديال الفوقه طياره الفوقه من نوع الفوقه ودرت واحد العدد ديال السوايع اللي هما درتهم تماك والتاريخ يشهد على ذلك الحمد لله افتخر بوطنتي ومن بعد انا ذاك الوقت فاش كنت نجيب اختاروا جات واحد الفرصه وتتعرفوا الشباب انا ذاك جات واحد الفرصه مشيت للخارج على حسب الجيش خير دليل على ذلك هو البطاقه الوطنيه التعريف الوطني ديالي راني ما دايرهاش من كناز درتها في مراكش اول جواز سفر درته على حسب سميتو ليطا ماجور ديك الوقيته وعندي انا عندي لاكارت ناسيونال فيها الاو ما عنديش من الناس ديال مراكش ومشيت لفرنسا اختاريت من هذوك الناس اللي زيليت الناس اللي التلاميذ اللي كانوا مزيانين ومشيت باش غادي ندير شنو غادي ندير هليكوبتر لالويت دو فين فراكس سي هو اقرب من المدارس الكبرى ديال فرنسا سي لو سالاد ليكول سيمي افياسيون ليجير لارمي دو تير فرنسا درت واحد السوايع سام الاسف المهم ما كتبش كان شي حاجه شي انابتيتود ميديكال دخلت المهم درت شي سويعات في الهليكوبتر في لالويت دو دخلت ما كاينش اشكال من بعد درنا واحد الفورماسيون من بعد طلبت واحد الاستقاله خرجت من الجيش دوزت تقريبا حوالي 4 سنين في 3 شهور قل 3 شهور او 4 شهور ما عليناش ايه خرجت للقطاع الخاص عاود راه عاود هذا راه كيراه راه ما غادي يتعلم سير دخل لهنا 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 ديت المهم كل خطره تندير التجربه هنا في الاخر دخلت في الاواخر ديال 81 خرجت للميدان العقار كنت انا طاشي كوميرسيال كنت نائب ديال واحد المدير ديال التجاري رحمه الله واحد السيد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين لا داعي لذكر الاسم ديالو من عائلات كبرى ناس ومدرسه شركه اللي خدمت معاها الناس الوطنيه اللي تعرفوها اللي كاينه لا داعي للذكر ديالها واللي قريت العقار وبقيت غادي تنتمشى كنت في الشركه الزرغونيه مشينا بحنا هذا خرجت لي شونتي
دخلت لي شونتي خرجنا تنجلسوا تنشربوا اتاي تنشربوا طاسات اتاي تنضربوا كذا ما كاين حتى شي مشكل تضربنا تنخرجوا للتراب تنخرجوا للبيطون تنخرجوا كلشي راه تنعرف راه بلوك تنهضر معكم في المنيو الحديد راني داير منه تنعرف لي روكار تنعرف لاباراي سيفوي تنعرف كلشي راه تنهضر انا تنعرف كلشي لي زافالوار هذا الاخير ديال ديال بوط حار داكشي كله راه حنا تنعرفوه ما كاينش مشكل. جات دوز 10 سنين ما عندك الشركه جات واحد الفرصه اخرى الانسان مزيان تبدا المنازل هذا الاخير يطيح راحه ما نذكر بعدا واحد القضيه قبل ما ندوز بانني انني كبرت في وسط عائله اللي هي توج فيها الحقل السياسي. شنو هو؟ هو الاخ ديالي الكبير اللي تيعيش حاليا في فرنسا كان ترشح في 69 حيث اللي كان في ديك الساعه مازال ما كاينش التجمع الوطني بالورقه البيضاء انا ذاك ومن بعد ترشح في 76 باسم التجمع الوطني احرار ومن بعد ترشح في 83 باسم التجمع الوطني احرار ومن بعد خديت انا مراسله. اذا كبرت في واحد الجو سياسي ترعرعت في السياسه كبرت في السياسه وترعرعت في السياسه وماشي راني ماشي غريب على السياسه هادي قريت لا درت قريت مدير ديال المدير التجاري ديريكتور كوميسيال ودخلنا عاود الانتخابات دخلت الانتخابات 92 تقدمت في الدائره ديال سعيدي سعيد والحمد لله كلشي جهاد النوبه الاولى وعاود الخطره التاليه من 97 حتى 2003 وانا غادي تندير التجاره وتندير حتى الاختصاصات ما عمري ما خديت اختصاص وانما في الوقت فاش تنحضر في المجلس تنعطي الافكار ديالي وتنعطي هذا وتنتناقشوا مع انذاك مع المرحوم الله يرحمه كنت انا في الجمعيه الاسماعيليه في الجامعه الاسماعيليه انذاك اللي كان فيها المرحوم طيب بن الشيخ رحمه الله ولكن انا كنت منتمي تقدمت باسم الحزب الوطني. دابا اش نقول لكم؟ تمرو ها انا مدرسه سياسه دازت كمستشار حتى نعرف ما يجري حتى ماشي تنعرف ما يجري بانني كنت مضطر حتى نعرف ما يجري وعندي وخريت وانا حياتي من غير الانتخابات الانتخابات الجماعيه واللي هو مرسول غالي نقول انا عندي اب روحي اللي هو كنشهد به هو الدكتور احمد العالمي اللي هو كنت انا في هذيك المدرسه اللي هي تخرجوا منها واللي هو انا واحد المجموعه من الناس اللي هما مازالين حاليا في المجلس اللي هو كانت اول مدرسه دازوا بها هي ديال الحزب الوطني الديمقراطي اللي كان في اطار الداخليه في اطار السياسه اللي كان تيمها الدكتور احمد العالمي اللي كان سابقا وزير الصحه. انا اللي احترمه واحترم تبيته والذي الله يذكر الصحه والسلامه والعافيه ودار خيره ويطول العمر ديالو ويزيد العمر هذاك الرجل من رجالات الدوله والذين يحبونه اللي عطى واحد العدد كثير من مدينه مكناس ومنهم راه واحد المجموعه اللي هما متواجدين حاليا في المجلس ولا احد ينكرهم عارف راسهم ما غاديش نذكرهم. هذه من جهه. اذا هنا ربما يمكن انا عطيت هذه السيره الذاتيه وما تنساوش واحد النقطه اللي هي جد مهمه وهو التكوين ديالي العصامي. راني ما تنحبش من القرايه راني فوق ما مشيت وليت بحال داك المدمن هذاك المدمن على ياش يا اخي خلاص فايت المدمن مدمن على الكتب والقراءه فين ما كاينش المدينه اللي تنمشي لها وما نمشيش ونشوف شي كتاب نشريه وبالاخص فاش يمكن لي نمشي للدار البيضاء يستحيل باش يمكن لي نمشي للدار البيضاء ما ندوش الحبوس ونمشي للمكتبه تماك الحبوس واخص الكتب القانونيه وديال علم النفس. انا راني كنتعامل معكم بالقانون وماشي راني تنصمر وراه شاف وكاينين الناس اللي في المجلس حاليا وعارفيني ودخلوا لداري وشافوا المكتبه غير باغيين يتجاهلوا باغيين يخليو واحد المجموعه اللي هما ما فاهمينش وباغيين يخليو مدرخين باغيين ينوروا لهم البصيره وباغيين يخبيو. السيد المجلس راه بسيط هو خصك ترجعي للقانون والمواطنه راه ما تجيش هكاك. انا تكوين عندي عصامي ولا زلت ولا هنا ترجعت انا تنطلق من واحد النقطه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعلمان اثنين المسحي والمتكبر. انا تكبر ديما انا راني متواضع وتنسول ومازال تنسول الناس اهل العلم وراه كاينه في الايه القرانيه وما ينبئك مثل الخبير.
إذن هنا في الوقت فاش نجي ربما راكم شفتوا تناقشتوا معايا في التعمير، نناقش معكم في التعمير، نتناقشوا في الاقتصاد، نتناقشوا في الاقتصاد، نتناقشوا في القانون، نتناقشوا في القانون، القانون العقاري مرحبا، قانون التزامات العقود مرحبا، قانون النظام القانوني مبدا الشرط مرحبا، القانون الدولي احنا هضرنا عليه، الاتفاقيات الدوليه، القانون العام احنا تنهضروا عليه، شنو بغيتو نهضروا معكم؟ شنو بغيتو نهضروا؟ نهضروا قانون المآثر التاريخيه راني سبقيت تكلمت لكم عليه، إذن هنا شنو هي قولوا لي شنو هو اللي قولوا لي شنو هو؟ القانون ديال الجماعات راني شفتو غير في الوقت فاش تنحضروا حضرت معكم القانون التنظيمي كيف دور المستشار الجماعي كيفاش اعاده سميتو الى الحق السياسي يقولوا لي بالله عليك دابا واش عرفتوني ولا مازال ما عرفتونيش راه خصكم تعرفوها راه اللي طلع في السماء وطلع في الطياره راه ما تنعرفش الخوف وراه الخوف ما تنعرفوش راه الخوف من الله سبحانه وتعالى راه الخوف الا من الله راه ما غاديش تركعوني راه الخوف طلع في السماء وتنعرف بالخيره راه عادي عندي راه عندي عادي طلعت في الفوقة ولا تتعرفوا الفوقة شنو هي وتنعرف انا لالتيتود وتنعرف اكسيلاسيون وتنعرف الجي والريفولتيج تنعرف داكشي كله طير الهليكوبتير لا الودو يمكن لكم الصورة الداخلية كلشي داكشي عندي داكشي كله عندي وتتعرفوا فيهم الاغلبية اللي عارف راه عارف بانني خدمت بدراعي وكان عندي لافاج وعشت انا مع الشباب وكون شباب شباب داك لافاج غسل السيارات اللي كان عندي ودرت لها ميكانيك وتنعرف شنو هو الكونترول تكنيك والدياغنوستيك انا اول واحد اللي كان داخلي ديال اكسيونير اللي دخلتو في المغرب في المغرب الاجتهادي ديالي اما داكشي كل ما تيهمش شنو بغيتي بغيت نعاود نجيب حتى شي دياغنوستيك نعاود نديرو ليكم راه خير جديد وبلاتي تدخل شي شويه ديما تدخل شي دوله صينيه ولا يابانيه راه خير نشوف كاين شي دياغنوستيك داخل ديال الجماعات انا راه تنطلب من عندكم انا شي بسيط احترموا غير احترموا احترموا سياده القانون احترموا التوجيهات الملكيه الساميه طبقوا بينو برهنوا برهنوا على الوطن ديالكم والا هي لا بغيتوا تسترجعوا الثقه وبغيتوا الناس يثقوا فيكم في الانتخابات المقبله وبغيتوا هذا الشيء ولا ما كانش تهمكم اذا انا بالنسبه لي تيبان بان حتى هذه الدوره اللي انعقدت وما تمش اللي درج فيها برنامج عمل انا راه تنقول بان المجلس الجماعي هذا الشيء يدير له الله التاويل الله يدير التاويل لحقاش راه غاديين بلا بلان بلا برنامج عمل وغادي غير هكا غير غادي سير 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 راه حنا في بلاصه حنا فوق العلم راه حنا فوق الحضاره راه حنا في قانون تنظيمي راه منظمكم راه كاين قانون راه ما تنساوش بان راه كاين قوانين وكاين مؤسسات راه كاين مؤسسات اللي تتراقبكم راه كاين مؤسسات وكاين كاين مؤسسات مؤسسات غير حكوميه اللي تتراقبكم بما فيه اللي هي بهذه المناسبه تنطلب انا قطاع اصلاح الاداره تجي ودير هذه القضيه ديال 55 القانون 55/19 تجي المجلس الاعلى للحسابات يجيو القضاه ويجيو ينزلوا ويشوفوا ويشوفوا هذه الميل ديالي ويشوفوا هذه الخروقات اللي هي كاينه ويشوفوا وزاره الماليه تشوف هذه المال اللي هما دابا تيتصرفوا فيه ويشوفوا مؤسسات الوسيط تنزل وتوسع على الصلاحيات ديالها باش يمكن يعرفوا بان احنا عندهم رقيب بان عندهم حاسب والرقيب بان كاين مبدا الربط المسؤوليه والمحاسبه بان راه ماشي كاين هير كاين هير مكتوب في الدستور غير هكا لله في فصل واحد من الدستور وبان السياسه الديمقراطيه سياسه ديمقراطيه لن تتم بالخير الا باحترام سياده القانون انا تنقول لكم احترموا القانون ما تعطيو لي حتى شي حاجه فابور الله يجزيكم بخير ما تعطيو لي حتى شي حاجه سيدنا ما تنطبق حتى شي حاجه سيدنا بعدوا لي من الحقوق ديالي اللي عطيها لي القانون واللي عطيها لي الحق الحق الله الحق الانساني واللي عطيها لي الوطن واللي عطاتها لي التوجيهات الملكيه وعطاها لي القانون واللي غادي نقول لكم اتقوا الله اتقوا الله الوطنيين ديالكم وراحنا مقبلين على واحد المسيره ان شاء الله باذن الله الداخليه الاقتصاديه والاجتماعيه الداخليه بمدينه مكناس ولكن راني مازال تنقول يجب اعاده النظر في الحق السياسي بالجماعه المدينه مكناس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.